يجوز. العين والنصر مباراة بقيمة العين والنصر ما فيها أهداف. ممكن الآن، ممكن الآن، ممكن الآن، ممكن الآن. جول، جول يسجل النصر. إيه نعم، يسجل النصر عن طريق السهلاوي. وقبل ثواني كنا نتكلم نقول العين والنصر ما في أهداف، ما يجوز، لكن الكرة الماضية جميلة ملعوبة، والراهب في المكان السليم بعد الكرة مع فارس جمعة يهدي الكرة في المكان السليم إلى السهلاوي. والسهلاوي في هذه الأماكن ما يسامح أبدا، هذه الأماكن محجوزة لمحمد السهلاوي، يتقدم بكل ثقة ويسدد في شباك خالد عيسى ويعلن تقدم النصر. الأسماء الكبيرة في كرة القدم الخليجية والعربية، وكيمبو، الله الله، كيمبو كيمبو مرة أخرى، يا هي عودة، ما أجملها، ما أحلاها من عودة يا كيمبو. يعود ويسجل في هذه المباراة الآن الكرة اللي استقبلها، وبعد ذلك القرار، القرار على ماذا؟ القرار على تسديده من خارج منطقة الجزاء. مرت صعبة جدا على عبد الله العنزي، وبالتالي يسجل كيمبو. كيمبو في 2013 لما كان مع العين مع كوزمن سجل. ما تشوف كيمبو لعب مباراة كاملة أيام كوزما، لكن للأمانة عندما كان في الجيش القطري معارا في الموسم الماضي تعب على نفسه،